الكرام، نتواجد بفضاء المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في إطار فعالية الاحتفالية باليوم العالمي للتوحد الذي تنظمه جمعية سفراء التوحد بالتعاون مع المسرح الوطني محمد الخامس وجمعية الشروق وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب، وبالضبط في الفضاء المخصص للمعرض الجماعي الذي أقامه بالمناسبة عدد من الفنانين التشكيليين. يسعدني أن أستضيف الفنان السيد خالد لطفي. ما هو مغزى تنظيم هذا المعرض الجماعي في إطار فعالية اليوم العالمي للتوحد؟ نعم، شكرا على الاستضافة. في إطار فعالية اليوم العالمي للتوحد التقينا هناك كفنانة، بما أنه من بعد المشاكل ديال المصابين بداء التوحد عدم التواصل مع المحيط ديالهم، فارتأينا أن الفن التشكيلي يكون كجسر ما بين هاد المصابين الأطفال أو مع المحيط ديالهم والعالم الخارجي ديالهم. فالفن التشكيلي هو أداة التعبير للكل، وانطلاقا من هذه الفكره بغينا نشاركوا هذا المعنى. اذا ما هي طبيعه مشاركتكم كفنان؟ احنا شاركنا مجموعه ديال اللوحات من المدرسه الواقعيه الكلاسيكيه اللي هي طبيعه اغلبيه الطبيعه صامته اللي كتدير الميون فالور الصناعة التقليدية المغربية والصانع التقليدي المغربي. حنا بغينا نردو راسنا كسفراء ديال الصناعة التقليدية المغربية إلى يمكن. إذا فمن هذا الباب حنا شاركنا بهذه اللوحات ديالنا المتواضعة، وكنحمل واحد الرسالة أخرى لكل اللي كيهتم بهذا الداء ديال التوحد، أننا حنا كفنانة مستعدين نتعاونوا معاهم بورشات في جمعيات أو في مدارس أو لهذ الأطفال المصابين بالتوحد. وشكرا. ممكن نعرفوا الأعمال المستقبلية؟ الأعمال المستقبلية الآن حنايا كنوجدوا واحد المعرض آخر يعني في الإطار ديال ناتورمور، وبغينا نديرو عليه فيها الجولة على الصعيد الوطني. وكنوجدوا في نفس الوقت مهرجان وطني للفن التشكيلي بمشاركة مع الشؤون الاجتماعية للجامعة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء. شكرا. اليوم العالمي للتوحد معنا الفنانة حليمة فراتي وهي مشاركة تجسد مدى التضامن الذي أبداه الفنانون التشكيليون مع جمعية سفراء التوحد. سؤالي الفنانة، هو نوعية المشاركة من خلال لوحات معروضة ديالكم؟ شاركنا مع مسرح محمد الخامس واللي كتخلو الفقرات الفنية من ضمنها المعرض الجماعي الذي ساهم في هذا التضامن، وذلك قدرنا نحن نتواصلوا مع هذه الجمعية وذلك في خلال التقلص من هذا الداء والتعايش مع المصابين بهذا الداء. وكنتمنوا ان نكون حنا من المدعمين من الفنانين اللي كنضموا مع هذه الجمعيه، وكنتمنوا الشفاء للجميع والشفاء للجميع. اذا ممكن عفوا الاعمال المستقبليه ديالك؟ الاعمال المستقبليه انا عندي انا بصفتي انا كندير الفن الكلاسيكي، الفن الواقعي الكلاسيكي. مستقبلي عندي سفر لفرنسا، كنتمنى ان شاء الله تمر بخير على خير.
يكون سفر موفق ان شاء الله. شكرا، كنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله.